بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده منطلقه من فكره البرنامج بالظبط، السيره حياه. السيره حياه بكل تفاصيل الحياه. السيره يا جماعه مش معارك وحروب زي ما ناس كتير فاكره. السيرة مش متحف مثالي انك تبص على الصحابة ناس ما بتعملش ولا اي حاجة غلط، كله صح 100%، وبعدين تقول يعني كأنك بتشوف متحف، احنا ملناش علاقة بالموضوع ده. لا 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 لا، السيرة خبرات حياتك موجودة في السيرة، مشاكل بيوتنا موجودة في السيرة. السيرة عشان نتعلم منها. والحقيقة بقى مجتمع المدينة وبيوت المدينة فيها نجاحات وفيها مشاكل زي كل بيوت، لكن طبعا يغلب عليها الرحمة ويغلب عليها الخير ويغلب عليها النقاء وكمان نتعلم منها. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أروع وأجمل اللي عمله مع المرأة، مش بس أنه وصى بيها، لكن دخلها شخص معظم لأنه جعلها رمز. رمز لإيه؟ للرحمة والخير والجمال. إزاي؟ جعلها رمز للرحمة لما كان امرأة في الغزو وابنها ضاع منها، فقعدت تلف على كل الأطفال عشان تلاقي ابنها وتحضن كل الأطفال، فلما لقيته فرحت بيه قوي. فرسول الله ملتقط هذا المشهد فقال لهم: أترون أن هذه المرأة ملقية ولدها في النار وهي قادرة على ألا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بالعبد من هذه على ولدها. فجعلها رمز للرحم. حلقة كلها يعني عائلية زي ما بيقولوا، أسرية، مشاكل البيوت، المشاكل الزوجية، حل المشاكل الزوجية، وحتلاقوا مفاجأة عجيبة. كل الأزمات اللي هنتكلم عنها في حياة النبي هي الأزمات بتاعت سنة 2018. هما أول أزمة عدم الإنجاب، هي ما بتخلفش. المشكلة دي بتعمل مشاكل كتير، أولا بتألم ستات كتير وبتغير رجالة كتير وممكن تهد بيوت كتير. طيب تعالوا ناخد نموذج نبوي للتعامل مع مراته وهي ما بتخلفش. السيدة عائشة. السيدة عائشة ما بتخلفش، هتعيش مع النبي 10 سنين، لكن النبي لما يموت هي هتعيش بعده 40 سنة. 40 سنة وما بتخلفش، طب هتكمل حياتها ازاي وتقضي حياتها ازاي؟ عمل معاها النبي 3 حاجات عشان يحللها المشكلة دي. أول حاجة وجهها النبي لفكرة الكفالة، فكرة الأم الكافلة، فكرة الأسرة البديلة. إيه فكرة النبي؟ فكرة النبي إن السيدة عائشة لها أخت اللي هي أسماء بنت أبي بكر. السيدة أسماء بنت أبي بكر متجوزة الزبير بن العوام، خلفه عبد الله بن الزبير الابن الأول، وبعدين قامت حملة تاني ومخلفة تاني لسه ولد صغير اسمه عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير لسه مولود، والحقيقة الحالة المادية والمعيشية الأسماء والزبير صعبة جدا، يعني أوضاعهم المالية قاسية جدا. فكانت فكرة النبي لو السيدة عائشة عرضت على أختها السيدة أسماء: هو ابنك بس أنا خالته، خليني أربيه وأشبع احتياجات الأمومة. فوافقت السيدة أسماء. فالنبي، انتوا واخدين بالكم النبي بيعمل لها ايه؟ بيوجد لها إشباع لاحتياجات الأم. فقال لها: ربي عروة بن الزبير. عروة بن الزبير ده هيطلع واحد من أعلم علماء المسلمين، لأن مين اللي مربياه؟ السيدة عائشة. فهو اللي حينقل العلم للمسلمين لأنه على إيدها. وبعدين السيدة عائشة طب عايزة حد كمان. أبو بكر الصديق خلف ولد صغير وأبو بكر كبر في السن، مين حيربي الولد دون؟ فهي ربت أخوها عبد الله بن أبي بكر، فبقى عندها ولدين: عروة وعبد الله. المرأة العربية كان لازم تاخد لقب أم فلان، حتى لغاية دلوقتي في كتير من البلاد، يعني مش كل البلاد، لازم أم فلان. فالنبي أطلق عليها لقب عشان ما تبقاش حاسة إن هي بلا لقب، فبقى بيسميها أم عبد الله، مجرد لقب مش تبني، ولكن علشان تشعر بالإشباع. وبعدين النبي ما حرمش الولدين ان هم يجوا البيت، وما قالهاش انا ناقص دوشه في البيت، رجاله كتير بيعملوا كده، وبعدين دول مش ولادي اربيهم ليه. صدقوا النبي ما غضبش لوجود الولدين، بل بالعكس اعتبر وجود الولدين هو اللي عايزه علشان يشبع مشاعرها الكتيره. يعني الطريقه النبويه فرغي طاقتك في فكره الكفاله. تاني حاجه عملها معاها النبي عشان شعورها انها ما بتخلفش، عمل ايه؟ وجه طاقتها الكبيرة، عندها طاقة كبيرة ووقت فاضي كتير، وجه طاقتها للعلم وتعلم العلم. يا عائشة انت اللي هتعلمي المسلمين،
انت هتبقي افقه المسلمين رجاله وستات، وانا هديكي كل العلم اللي عندي. مش انت ما بتخلفيش؟ تعالي نستثمر الوقت اللي بقى فاضي وشاف فيها صفات العالم والباحث، فعمل لها كارير لحياتها. لو الراجل قال للمرأة أو ما ساعدش مراته إنها تحقق الكارير بتاعها، دي حاجة من الحاجات اللي بتعمل إحباط شديد. يعني لو الست تقبلت ده أو الزوجة تقبلت ده هيخليها لو قررت إنها تكمل معاه، دايما بيأثر على أدائها مع أولادها ومعاه، وهيفتقد جزء كبير جدا من المكونات بتاعة السعادة، اللي هي لأنها دي قيمة بالنسبة لها، قيمة مهمة. عشان نتفادى ده بننصح الأزواج بأنهم قبل ما يتجوزوا مهم جدا يتفقوا مع بعض على القيم. السيدة عائشة روت عن النبي 2500 حديث ما لغاش وجودها، زي رجالة كتير يعمل مع مراته يقول لها بقولك ايه، انت ولا تقولي لي شغل ولا تقولي لي عندي طاقة فاضية، اقعدي ببيتك. اولا انت مش كفاية عليك ان انت متجوزة نبي؟ ما عملش كده معها النبي. النبي حول التهديدات اللي عندها الفرص للنجاح. يقول أبو موسى الأشعري: كنا إذا استشكل علينا أمر في الدين ذهبنا إلى السيدة عائشة فوجدنا عندها منه علم. أيوة النبي حكالي على الموضوع ده. لما تخش الروضة في المسجد النبوي هتلاقي في الروضة في عمود في النص كده مكتوب عليه اسطوانة عائشة، مكتوب عليه كده من فوق بخط كبير اسطوانة عائشة. أصل السيدة عائشة جابت عروة اللي هي مربية عروة بن الزبير وقالت له: عايز تعرف النبي كان بيصلي السنة فين؟ تحت العمود ده. عشان كده لما تروح المسجد النبوي تلاقي ناس طوابير واقفه في وسط الروضه، انت مش فاهم اشمعنى في الحته دي، هنا النبي كان بيصلي السنه. عارفه التفاصيل. كان عروه بن الزبير يقول لها ايه: يا اماه، ما هي ام المؤمنين. يا اماه، والله انا لا اعجب من علمك بالدين، اقول علمك رسول الله، ولا اعلم من علمك بالانساب، اقول علمك ابو بكر، ما ابوها نسبت العرب، ولا اعجب من علمك بالشعر، ولكن أعجب وأعجب من علمك بالطب. كل ما حد يجيلك تديله وصفة تطلع صح، مش دكتورة يعني بس الوصفات، كل ما حد يجيلك تقولي له خد كذا وكذا والعيش بالفلاني وحط كذا على كذا يطلع صح يخف. قالت: يا بني، كانت العرب تأتي إلى رسول الله بالوصفات، وكنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرض النبي في آخر أيامه فكانوا يأتوننا بالوصفات حتى تعلمت كتلة علم. سيدة عائشة دي وبعد ما مات فضل الحب الكبير قوي. عايز الناس تفضل تحبك بعد ما تموت، جدد لهم حياتهم. عايز مراتك عمرها ما تستغنى عنك، جدد لها حياتها. يا أما معنى جميل بشكل إنك تقف جنب مراتك وتسندها وتديها الأمان وتزقها لقدام لغاية ما تنجح وتشعر إن حياتها هادئة مستقرة. من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل الرحم من جهة المرأة. هو ده الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أزمة تانية من أزمات البيوت، مشكلة الكلام الكتير. الستات بيتكلموا كتير، وبعدين الستات لما بيتكلموا كتير بيبقوا عايزين يدخلوا الرجالة، وبعدين لما الرجالة بيدخلوا الستات بيتصالحوا وبيتخانقوا مع الرجالة. يعني نصيحة لكل رجل: ابعد عن التفاصيل مع المرأة، اوعى تخش بين اتنين ستات في التفاصيل. يعني الستات بتتكلم لغة مختلفة غير لغة الرجال، لغة كلها تفاصيل. اقرأ كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة. فلما بتخش انت الدنيا بتبوظ، مال تعمل ايه؟ ما تخشش في الموضوع، هم هيحلوا مشاكلهم بطرقهم التفصيليه مع بعض واحده واحده. نحكي حكايه. انتشر في المدينه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب السيده عائشه. النبي بيحب قوي السيده عائشه، حب ما فيهوش علاقه بالعدل، هو عادل بين كل نسائه بس بحبها، في حب زياده. فبدات الناس تعمل ايه؟ اللي عايز يدي هدية للنبي يديها له في أنه يوم. اليوم اللي النبي عند السيدة عائشة. الحكاية دي هتعمل مشكلة، لأن الهدايا بتروح في يوم السيدة عائشة، فبقيت زوجات النبي غاروا. زوجات النبي كانوا فريقين، فريق فيه السيدة عائشة والسيدة حفصة والسيدة سودة، وفريق فيه أم سلمة والسيدة زينب بنت جحش. فالفريق التاني زعلان، فقاموا بعتين أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نساءك يناشدنك العدل بين زوجاتك. فقال النبي: فيما؟
قالوا في بنت ابن أبي قحافة اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق، في بنت أبو بكر الصديق عائشة. قال وما ذاك؟ قالوا الهدايا تأتي في يوم عائشة ولا تأتي في أيام باقي زوجاتك يا رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقال لها خيرا يا أم سلمة، وتركها وانصرف. يعني ولا حاجة ولا هدخل. فما عجبهمش الكلام، فقاموا بعتين مين اللي ممكن يبقى لها تأثير وتكلم النبي؟ السيدة فاطمة بنت النبي. فقالوا يا فاطمة نشدي رسول الله العدل بين زوجاته. فذهبت السيدة فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن نساءك يناشدنك العدل بينهن. قال وفيما ذلك يا فاطمة؟ قالت الهدايا تأتيك في يوم عائشة. فقال النبي يا فاطمة أتحبينني؟ قالت نعم يا أبتي. قال أتحبين من أحب؟ قالت نعم يا أبتي. قال فإني أحب عائشة فأحبيها يا فاطمة. فقالت نعم يا أبتي. فرجعت لهم وقالت لهم والله لا أسأله في هذا الأمر بعد ذلك أبدا. يعني هو النبي عمل إيه؟ النبي ما اتكلمش في الموضوع، ما قالش مين اللي قالك الكلمتين دول. طب ما النبي عمل إيه؟ ركز على العاطفة. أصول التفويت عندنا ممكن نجمعها في ثلاث أصول. الأصل الأولاني ما تفوتش وانت بتقول ان انت مفوت، لان انت لو فوت وانت بتقول ان انت مفوت، لو كنت انت راجل فانت في الحقيقة بتعمل منة على الآخر، والمنة بتتعب القلوب، بتبقى حمل على القلب ان واحد يحس ان واحد ليه منة عليه. فما تفوتش وانت بتحس قدامك ان انت بتفوت، فوت من غير ما حد يحس. الأصل التاني في التفويت ان انت تفوت بس بحكمة. في بعض الحاجات ما تتفوتش، لان انت لو فوت على طول كل حاجة يبقى انت كده انسان مش حكيم. زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما السيده عائشه جت تتكلم عن السيده خديجه قال لها لا لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت. لا لغايه هنا ابو لا السيده ما تغيريش الحقائق. راح واقف صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثالثه في التفويت ودي مهمه جدا، ان التفويت لازم يبقى سمه شخصيه ولا تجعله عبء على نفسك. ازاي التفويت يبقى حاجه تريحك؟ لما تفوت عشان انت بتحب وعايز تحب وعايز تتحب. يا فاطمة انت بتحبيني؟ اه بحبك. بتحب اللي احبه؟ اه احب اللي بتحبه. انا بحب عائشة احبيها. يعني ايه؟ يعني ما ردش على الموضوع بس كلم بنته بعاطفة المحب، حل المشكلة ان هو طلع منها، لكن اتكلم عن الحب، اتكلم عن العاطفة، اتكلم ان الحب اللي بينك وبيني يا بنتي يخليك تتعاملي معها هي كمان بحب. رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أجزاء كتير جدا في شخصيته، فكان الأب وكان الزوج وكان الداعي إلى الله وكان القائد المدني وكان القائد العسكري. طيب كتير جدا بيحصل مشاكل في الحياة لما كل واحد فينا يستدعي جزء في الحياة في مكان تاني. فأنا القائد اللي الأمة كلها بتسمع كلامي ومحدش بيراجعني، أخش بيتي عايز أكون بنفس الهوية، عايز أكون بأمر ولا أحد يخالفني، عايز اللي أقوله ما يتعدش عليا. لا الوضع مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ما يسمى سيلف اويرنس او وعي ذاتي بنفسه، يعلم ان هو دلوقتي في البيت هو زوج، فممكن جدا زوجته يعترضوا، ممكن جدا يخالفوا، ممكن جدا يحصل اي شكل من اشكال الاختلاف او حتى المشاكسه الزوجيه، يمشي الحال. ازمه تانيه من ازمات البيوت، ازمه صعبه شويه، لما يتوفى حد غالي على المراه تتعب المراه قوي، وبيبقى الراجل شايفها على طول يا بتبكي يا حزينه، بالذات لو ابوها او اخوها، فما بالك لو ابنها. أقصى حاجة على المرأة، على فكرة يا جماعة حاجة علميا مفيدة، بتدخل المرأة لمدة 6 أشهر في حالة عدم انعدام وزن. 6 أشهر ده كلام علمي، كلام الدكاترة النفسيين، لما يموت لها حد قريب بالذات لو ابن، على طول طلع نازلة، مفيش اتزان خالص، شوية بتعيط جدا شوية هادية، ترجع بتعيط جدا شوية. علماء النفس بيقولوا ده طبيعي، من فضلك اصبر عليها في اول 6 أشهر. لو عدت ال6 أشهر وكملت يتحول الموضوع لحاله مرضيه، لكن اول 6 أشهر طبيعي. فحل ان ما يتمدش الموضوع بعد 6 أشهر انك تبقى رحيم وحنين عليها في ال6 أشهر دول. ايه الازمه اللي حصلت؟ النبي خلف سيدنا ابراهيم ابنه الصغير من السيده ماريا المصريه، فرح بيه قوي، كان النبي ساعتها عنده حوالي 60 سنة. شايله بقى وبيفرجوا للصحابة، يقول لهم انظروا إلى ابني إبراهيم، بصوا حلو إزاي، فرحان بيه قوي. لما إبراهيم كمل 2 سنين مات إبراهيم، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن مين اللي هتتألم أكتر؟ السيدة ماريا. فيدخل عليها النبي خلال الست أشهر اللي بقول لكم عليها بتبكي وبتسأل أسئلة. فيدخل عليها مرة يلاقيها بتقول من يطعمك يا ولدي الآن؟ مين بيأكلك يا ولدي الآن؟ فيقول لها إن له مرضعة الآن في الجنة، في حد بيرضعه الآن في الجنة. يدخل عليها مرة تانية يلاقيها بتقول أين أنت يا ولدي الآن؟ فالنبي يرد عليها ويقول لها يرى مكانه في الجنة. يدخل عليها مرة تالتة يلاقيها بتقول ما فرشك يا ولدي الآن؟ فيقول لها يفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة. يدخل عليها يقول يلاقيها بتقول ما أضيق قبرك يا ولدي؟ فيقول لها يفتح الله له بابا إلى الجنة فيرى قصورها ونعيمها وأنهارها. على فكرة الحاجات دي هي اللي احنا بنقولها دلوقتي للستات نصبرهم بيها، إن أصبري من حديث النبي مع مراته يفرش لابنك من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة. ده مش له بس، ده لكل واحد ميت. طب يعني النبي بيعمل معها إيه؟ الحنان الكبير. مفيش مواعظ فيها فوقي بقى، لا 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 لا، حنية وطبطبة وكلام يطبطب على القلب. يا ممكن أسألكوا سؤال يا جماعة، لو أنتوا كنتوا هناك يا ترى إيه أكتر حاجة هتتمنى أن النبي يصلحها في بيتك؟ فكرة المشاركة، يعني سيدنا محمد كان بيشارك زوجاته أو صحابه عامة في كل حاجة، إن إحنا نسمع بعض، تصحيح مفاهيم خاطئة عن الرجولة بإن هي تحكم وإن هي إن الزوجة لازم تطيع الزوج وخلاص، إن إحنا نرجع تاني وان فاميلي أو ناس كلها قلبها على بعض وبيشاركوا بعض في كل حاجة في كل تفاصيل حياتهم، عارفين بنوجه الأولاد إزاي إن ما يبقاش فيه عنف، الراجل يعرف إزاي إن هو ينهي المشكلة أو ينهي الخلاف ده باحترام. الحياة مع النبي جميلة جدا، تعالوا نكمل بقية أزمات البيوت وإزاي النبي بيعالجها بعد الفصل. أزمات البيوت وإزاي بيتعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم، ده موضوع حلقتنا النهاردة. وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشكلة بيتعامل هو من حياته الشخصية، فنتعلم إحنا. أزمة الفلوس، أزمة الصرف على البيت، أزمة إن الرجالة بيصرفوا على الستات، لا هو بيصرفش كويس، لا هو بيصرف كتير، لا أنا عايز يزود مصروف البيت، والحدوتة بقى اللي احنا كلنا حافظينها وعايشين فيها دي، أزمة بتواجه البيوت في كل زمان، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي فجأة اتفقوا إن احنا لا لازم مصروف البيت يزيد، لا احنا مش عاجبنا الفلوس اللي احنا بناخدها، احنا عايزين الفلوس يزيد. اجتمعوا وكلموا النبي عايزين نزود الفلوس، زودنا عارفين طبعا، عارفين الطريقه يعني زودنا 6-7 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اثقلوا عليه جدا والحاح وضغط. وبعدين في الوقت ده كان بدات الفلوس تيجي للمدينه، وبدا المسلمين يبقى وضعهم افضل، وبدات غنائم تيجي، فبقى زودنا يعني بقى بقلب يعني زودنا بقوه غير عاديه. الحقيقه اثقلوا عليه قوي، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وعارفين بالشفافيه، انا وضعي كذا والفلوس كذا وبنصرف كذا، وانا ورايا امه، وانا بصرف على اهل الصفه الفقراء المسلمين، وانا بصرف على كذا وكذا وكذا وكذا، فانا مش قادر ازود النفقه بتاعتكم. ما فيش فايده، لا وبقى اتفاق يعني اول مره يتفقوا كلهم على فكره، لا هي دي بقى الحاجه الوحيده اللي هم اتفقوا عليها، وما بيتفقوش على حاجه تانية بس اتفقوا على الموضوع دي. فخد النبي قرار. ايه القرار؟ لا انا حسيبكم مش هقعد معاكم لمده شهر، انا هقعد لوحدي. اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نسائه، النص كده اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه. راح فين؟ مزرعه في منطقه العوالي في شمال المدينة، راح قعد النبي فيها صلى الله عليه وسلم. طب وهو النبي بيعمل كده ليه؟ لا ده بيعلم الرجالة حاجة مهمة جدا، بيعلم كل راجل لما يشد الخلاف بينك وبين مراتك والدنيا سخنت خد بريك، ابعد خطوة، لأن الخطوة الجاية هيبقى مزيد من الصراع. وفي نفس الوقت كأن النبي بيقول أنا زعلان لكن من غير صدام، يعني فكرة الخصام المفيد، فكرة زعلان بس مش ممكن هزعلك، فكرة أنا هسكت وهاخد خطوة. لا بس في نفس الوقت هو النبي عمل حاجة واحدة بس لها معاني كتير،
ولا معنى كمان انا واخد وقفه، لا في وقفه هنا من غير خناق ولا طلاق ولا زعل ولا، بس انا هاخد ده تعليم نبوي، وعلشان كان النبي بيعلم الرجاله ما تاخدش موقف حاد حتى لو مراتك غلطانه او اثقلت عليك، خد موقف ما يؤديش ان ينفجر الطرفين وبالتالي توقف الاسره كلها. لا ده النبي عمل عمليه، اقعدوا فكروا بقى كده، انا مش بوقف الاسره، لا ده انا بخلي التفكير يستمر عشان الاسره ما توقفش. فخد بعض النبي صلى الله عليه وسلم وقعد في العوالي، انا ما بكلمكوش، انا ما بكلمكوش لمده 50 يوم. فانتشرت اشاعه في المدينه ان النبي طلق زوجاته. النبي ما طلقش زوجاته لغايه ما اكتملت 50 يوم. يا نهار ابيض، ده خصام يعني بيوجع يعني. بعد ال50 يوم نزلت الايه، يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن، اديكم الفلوس اللي انتوا عايزينها واسرحكن صراحا جميلا. ما نكملش. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فنزل النبي من العوالي علشان يعدي على واحده واحده من زوجاته يقول لها تختاري ايه. فبدا بالسيده عائشه، فقال يا عائشه إني أعرض عليك أمرا فلا تتعجلي فيه، واحدة واحدة، واستشيري أبويك. موضوع ده النبي بيقول لهم لا الموضوع مش هزار، واستشيري أبويك. قالت ما هو يا رسول الله؟ فأرى عليها الآية، فقالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. طبعا طبعا عايز أكمل معاك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، بيحبها بس في حسب، فرح الحمد لله أنها اختارت كده. بس شوف طبيعة المرأة، شوف طبيعة السيدة عائشة. قالت يا رسول الله هل بدأت بي أم بباقي نسائك؟ قال لا بدأت بك. قالت فلا تخبر باقي نسائك اختياري. ما تقول لهمش أنا اخترت، يمكن يختاروا غير كده يبقى. بص هيرد صلى الله عليه وسلم، شوف هو بيحبها قد إيه وحنون عليها قد إيه، بس في حاجات لأ. قال والله لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها يا عائشة، إن الله بعثني معلما ميسرا ولم يبعثني متعنتا ولا معنتا. صلى الله على محمد صلى الله. لا لو سألوني هقول لهم، مش هخبي عليهم، أنا مش جاي علشان أبوظ حياتهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أزمة تانية من أزمات البيوت، أزمة الشك والغيرة. يا عم أنت بتحكي على سنة 2018 ولا بتحكي على أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو السيرة حياة. فكرة ان المرأة احيانا بتغار ده جزء من تركيبة المرأة، وان المرأة احيانا بتبقى عندها غيرة وعندها شك، وده جزء من احساسها باحتياجها للامان. ونتعالج مع الموضوع ده ازاي؟ يعني الراجل المفروض يتعامل ازاي؟ شفنا النبي بيتعامل مع كل موقف ازاي؟ طب في الموضوع ده ازاي؟ السيدة عائشة داخل النبي ينام جنبها في سريرها، وبعدين هو افتكر ان هي نامت، اما النبي صلى الله عليه وسلم قايم لبس عليه وخرج بشويش قوي وفتح باب الأوضة وقفل باب الأوضة بشويش قوي. فطبعا قامت جارية وراه ولابسة الطرحة بتاعتها وخارجة عايزة تشوف رايح فين. فراح البقيع، البقيع حيث موتى المسلمين، ووقف طويلا يدعو لهم بالليل. ففضلت تراقب 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 لغاية ما النبي راجع، قامت راجعة جري علشان تدخل سريرها قبل ما هو يجي، وإلا كانت فين. فرجعت جري، فالنبي دخل لقى واحدة بتنهج في نايمة. بس قال أين كنت يا عائشة؟ هي نايمة، أين كنت يا عائشة؟ وبعدين قام قايل لها إيه؟ يا عائشة أظننت أن أظلمك في ليلتك بالذهاب إلى غيرك من نسائي؟ لا والله يا عائشة، ولكن أتاني جبريل. إيه ده حيوضح لها. في رجالة يا جماعة لما يعرفوا أن مراته غيرانة أو أن هي فيها حاجة قلقاها هي ووو يعني ما علينا يعني. المهم إنها النبي ما عملش كده، ده بيعمل إيه؟ ده بيشرح لها وبهدوء، ده عايز يطمنها. دايما ننصح الزوجين أنه مهم قوي أن هما يتفقوا مع بعض على أن هما يطمنوا بعض، وان هو لو في اي حاجه انا حاسس ان زوجي فيها او زوجتي انا مش مطمن فيها، دايما يبقى في مصارحه ما بينهم ما بين بعض. اصل المراه بتحتاج للامان من اكتر الحاجات اللي بتحتاجه. لا يا عائشه، لقد اتاني جبريل فقال اذهب
إلى البقيع فاستغفر للمسلمين والمسلمات. فذهبت للبقيع ثم عدت، والله يا عائشة ما كان لي أن أظلمك في ليلتك، أنا ما عملش معك كده. يا على الحنية، ما قالش أحسن خليها شوية كده. شفتوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فيها رحمة وفيها بحث عن الأمان اللي المرأة محتاجاه، مش إشعال عدم الأمان علشان هو يشعر بالزهو، لا 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 لا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان في تركيز على غلاوتها ومعزتها في قلبه. لا يا عائشة أنا ما أعملش معاكي كده، لا أدي الموضوع هشرح لك الموضوع. التعامل مع الشك عايز، والمرأة بطبيعتها بيحصل معاها كده، فعايز رحمة وعايز رجل رحيم ناضج عاقل. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يحط لك قاعدة، قاعدة بقى للتعامل مع الشك والغيرة للرجالة وللستات، قاعدة علشان تعرف ازاي تتعامل. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبها الله ورسوله، وإن من الغيرة ما يكرهها الله ورسوله. فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة. الغيرة في الريبة يعني هو طول النهار كل ما يقعد قدامها يقوم قالب تليفونه على ظهره، وبعدين التليفونات عمالة تيجي يقوم مخبي التليفون، يعني في حاجة مش طبيعية هو بيعملها، في غيبة. لكن الست قاعدة في أمان الله على طول شكك فيها. يا سيدي أنا ما عملت لكش حاجة دلوقتي. دي غيرة يحبها الله، دي غيرة يكرهها الله، دي القاعدة. في سبب ولا ما فيش سبب؟ آخر أزمة، أزمة صعبة شوية، أزمة العلاقات الخاصة جدا، العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة. على فكرة يا جماعة 70% من حالات الطلاق في العالم العربي بتكون بسبب الموضوع ده، لكن كله بيقول كلام تاني، اتخنقنا على كذا، لكن السبب الحقيقي العلاقة الخاصة جدا بين الرجل والمرأة. الناس ثقافتنا بتخجل انها تتكلم في الحكاية دي. تخيلوا يا جماعة ان القرآن عرض الموضوع وازاي نتعامل معاه، وان المرأة لازم تاخد حقها. القرآن يعني مش نخبي الموضوع زي ما بنعمل دلوقتي. حصل خلاف شديد هز أركان بيت في المدينة، السيدة خولة بنت ثعلبة وجوزها أوس بن الصامت. انفعل سيدنا أوس، غضب عليها، في لحظة غضب شديد قال لها: أنت علي كظهر أمي، ما أقرب لك زي أمي. فراحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يفعل معايا كده؟ فالنبي بيقول لها: وماذا أفعل لك؟ فنزلت صورة المجادلة، صورة كاملة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وبعدين الآية اللي بعديها: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ليه تقول لها أنت كظهر أمي؟ ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. ما تعملش كده تاني. القرآن عرض الموضوع، طب الحل ايه؟ اوعى تحرم امرأة من حقها ابدا. السيرة حياة، هدفها بناء انسان، سواء عدم الانجاب، سواء كسرة القيل والقال والكلام. الاولانية حلها انك ايه؟ انك تحقق لها ذاتها وتوجد لها طاقة لحياتها. التانية حلها ركز على العاطفة وما تدخلش في المشاكل. وفاة احد الابناء او احد احباب المرأة حلها الرحمة والحنان والمواساة. ازمة النفقة والفلوس حلها اصرف على البيت وشفافية الوضع، تقول لها وضعك وبعدين خد هدنة من غير صراع. أزمة الشك والغيرة حلها الصبر عليها وطمنها. أزمة احتياجات المرأة في علاقتها الخاصة مع الرجل حلها اوعى تحرم امرأة من حقها. ايه ده؟ ايه الدين الرائع ده؟ ايه سيرة النبي دي اللي عايشة معانا عبر السنين وعبر الزمان؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم من بنى الإنسان. أشكركم جدا، وبكرة حلقة جديدة مستنيكم على صفحتي على الفيسبوك، وحوار حوالين حلقة النهاردة مستنين الشباب والستات والبنات. كمان بفكركم إن احنا عاملين مسابقة لأحسن مشروع يخدم سيرة النبي، وجوائز ضخمة لأحسن مشاريع، جائزة محمد وليد الله يرحمه، على موقعي عمرو خالد .net. ادخلوا النهاردة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.